السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن تخفيض سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2020. الفيديو بتاع النهاردة ده فيديو من سلسلة فيديوهات جمعنا فيهم كل التخفيضات اللي تمت على العربيات في مصر من 2019 لحد وقتنا هذا، علشان الفيديوهات كلها تبقى في مكان واحد والناس كلها تبقى عارفة التخفيضات اللي تمت على كل أنواع السيارات، عشان لما تيجي تاخد قرار شراء تبقى عارف الشركة اللي هتشتري منها هل فعلا خفضت العربية ولا العربية لسه سعرها غالي، ولا التخفيض تخفيض وهمي زي اللي بيحصل في ستروين سي إليزيه كده، ولا كان في تلاعب يعلوا سعر العربية ويرجعوا ينزلوه تاني عشان الناس لما تنسى تخش تشتري وتعتقد فعلا العربية حصل فيها تخفيض زي ما حصل في شركة نيسان. لو عجبك الفيديو وحسيت انك استفدت ولو بمعلومة بسيطة، ممكن تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجي لك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. بعد ما شفنا تخفيضات بيجو 301 وتخفيضات فيات تيبو رينو لوجان، بنشوف دلوقتي تخفيضات سي إليزيه موديل 2020 في السوق المصري. تم تخفيض سعر العربية عشان تتمكن من منافسة باقي العربيات الكتير اللي موجودة في الفئة السعرية بتاعتها، لكن انا شخصيا ارى انها مش هتقدر تنافس العربيات التانية في الفئة السعرية دي، علشان التخفيض ده ما اثرش بشكل قوي عليها زي باقي تخفيضات العربيات التانية. التخفيض وصل ل 5000 جنيه فقط على جميع فئات العربية، وهو تقريبا اقل تخفيض شفناه في السوق المصري. ستروين سي إليزيه موديل 2020 بتنافس كتير من العربيات القوية في السوق المصري، بتنافس تيبو رينو لوجان وبيجو 301 اللي حصلت على تخفيضات قوية جدا، وبتنافس ام جي موديل 2020 وعربيات تانية كتير زي شيفورلي اوبترا والانترا اتش دي موديل 2020. شركة ستروين خفضت سعر ستروين سي إليزيه بحوالي 5000 جنيه على جميع الفئات. التخفيض مش تخفيض قوي، ما اثرش على العربية بشكل كبير، وما خلاش العربية تقدر تنافس باقي العربيات اللي موجودة معاها في الفئة السعرية اللي تم تخفيضها فعلا بشكل كبير. وانا متأكد ان سعر ستروين سي إليزيه هينزل مرة تانية بنسبة اعلى عشان تقدر تنافس وتحصل على مبيعات اكبر. اول فئة من ستروين سي إليزيه نازلة بسعر 220 الف جنيه مصري بدل 225 الف، توفير 5000 جنيه. تاني فئة 250 الف بدل 255 الف، تخفيض 5000 جنيه. الفرق بين الفئتين ان الاولى فيها 2 وسادة هوائية، اي بي اس، سنتر لوك، ازاز فامي، مكيف هواء، دي اللي ب 220. الفئة التانية الاعلى فيها نفس الكلام وزاد عليه كاميرا خلفية، حساس ركن خلفي، مراية ضم، مثبت سرعة. العربية بتنافس فيات تيبو وبيجو 301 بشكل أساسي. الفروقات بينهم بسيطة جدا، العربيات دي قوية، بيجو خفضت سعر بيجو 301 وخفضت فيات تيبو تخفيضات قوية، لكن شركة ستروين للأسف مخفضة سي إليزيه تخفيض قليل جدا. كل التخفيضات دي جاية في صالح المستخدم، وهي خطوات قوية جريئة جدا من الشركات علشان تعمل تغيير جذري في السوق السيارات المصري، وإن شاء الله هتستمر التخفيضات. نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.